مساء الخير أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم كسر الحواجز، النهاردة الأحد الموافق 17/11/2019. مساء السعادة عليكم، مساء السعادة على كل زوجين تحديدا، لأن النهاردة حلقة مخصصة للرجل والمرأة، للزوج والزوجة، إن إحنا إزاي نقدر نعيش حياة سعيدة، حياة زوجية مستقرة وسعيدة مع بعض، إزاي نقدر نتخطى المشاكل اللي ممكن تواجهنا، لأن أكيد في حياة أي إنسان أو حياة الزوج والزوجة لازم هيكون في بعض العراقيل، هيكون في بعض المشاكل، ما بتكونش نهاية الدنيا، أكيد بيكون ليها حلول كتير، بس إحنا بينقصنا آليات هذه الحلول وإزاي نقدر نتعامل مع مشاكلنا ومع نفسنا ومهارات التواصل اللي بيننا وبين بعض. وبالمناسبة النهاردة اليوم العالمي للتسامح، فكل سنة وكل إنسان على وجه الأرض وفي العالم متسامح ومتصالح مع نفسه، متسامح ومتصالح مع الآخرين، وكل سنه وكلنا في سلام وامان. النهارده هيكون معانا ضيوف الحلقه، يعني احنا كل مره بنتكلم في السلبيات وبنكسر حواجز كتير بالنسبه لمشاكلنا اللي موجوده في المجتمع. النهارده احنا هنكسر الحاجز الداخلي، هنكسر الحاجز اللي جوانا، فهنتكلم عن ايجابيات اكتر، هنخليك كمشاهد قدامنا سواء رجل او امراه، زوج وزوجه، هتعرف ان انت جواك ايجابيات انت قد تكون مش قادر تتعامل معاها بالشكل الجيد، او انك تستخدمها حتى مع الطرف الاخر بشكل مناسب. عشان كده هيكون معانا النهارده الداعيه الاسلامي استاذ محمد خفاجي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وهيكون معانا استاذه نشوى البحراوي كاتبه مقال، اهلا بيك يا استاذه نشوى. معانا دكتوره منال الديب خبيره التنميه البشريه واستشاري العلاقات الاسريه، اهلا بحضرتك يا دكتور. احنا قبل الهوا كان في كده يعني شويه مناوشات ومناغشات مع استاذ محمد بصفته ان هو الرجل واحنا ثلاث ستات قدامه، فقلنا له ما تقلقش، يعني هو يعني كان بيقول لنا حس بيا يحس بيك ربنا. بس هو الجميل في حلقتنا ان الهدف واحد، الهدف زي ما قلنا هو ايجابي، فاحنا لا ضد ولا مع، ولا احنا بنتكلم بانحياز عن المراه تماما، ولا هنتكلم بانحياز عن الرجل. المراه والرجل في الاول وفي الاخر هو انسان، هو له من الطاقات البشرية سواء رجل أو امرأة واحدة، فبالتالي هنتكلم عنك وعنك كإنسان. هنبتدي بحضرتك بقى أستاذ محمد. يعني أنا بشوف كتير قوي من الشباب والبنات الإنجاز الحقيقي في الحياة إن خلاص أي ون أنا اتجوزت، يعني أنا كتبت كتابي وبقى في بيت زوجية ومعايا زوجتي، أو إن أنا خلاص بقى معايا زوجي وقفلنا على نفسنا باب واحد، وقفت الدنيا على هذا الإنجاز والنجاح. ولكن أنا شايفة إن النجاح بيكون دايما هو استمرار العلاقة بشكل جيد. كلمنا عن إزاي نستمر في هذا الزواج، ويعني إيه أصلا زواج كمسؤولية نعرفه للبنت وللولد من قبل ما يدخلوا بيت الزوجية. في البداية أنا برحب بحضرتكم وبضيوفك الكرام، أهلا وبتشرف إن أنا معاكم، وربنا يستر علي إن شاء الله خير. طبعا الإسلام حثنا على الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ده أول حديث. حديث تاني، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة البدنية والعقلية على الزواج والمادية، فليتزوج فإنه أغض للبصر. عجبتني جدا القدرة البدنية والعقلية والمادية، لأن بالزبط. في ناس كتير بتفهم هذا الحديث تحديدا بأنه قدرة مادية فقط. لا، فمهم جدا فعلا القدرة البدنية والعقلية. بالزبط. طبعا أن يكون في تكافؤ يعني. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه لا وجاء. ده حديث تاني. في أحاديث كثيرة جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، يعني الزواج نص الدين. ودي كلمنا بقى يعني إيه بقى نصف الدين اللي إحنا بنكمله بالزواج؟ بالظبط، الزواج نصف الدين، فليتق الله في النصف الثاني. فخلينا بقى في النصف الأول اللي هو الزواج. برضو في آيات دلت على إن إحنا نتزوج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنكحوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. دي أول آية. الآية الثانية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم تتفكرون. يبقى إذن الزواج مودة ورحمة، والزواج ربنا سماه في القرآن سكن. فإحنا لو عايزين نعرف إيه هو معنى الزواج لكل زوج وكل زوجة بتتفرج علينا دلوقتي، الزواج هو السكن، ربنا سماه في القرآن سكن، وبيبنى على أساس المودة والرحمة والاحترام. المودة والرحمة من الطرفين، من الطرفين طبعا، صح؟ يعني من الرجل والمرأة، وليس بالزبط. المرأة فقط يعني. لا لا. دايما النصائح الدينية تحديدا لما بيجي يتكلم يقول لك موجهة دايما للمرأة. لا لا. ان هي تتحمل، وان هي لازم تسمع كلام زوجها عشان ده اللي هيدخلها الجنة، وان هي لازم ما تقولش يعني لا ألف ولا ب ولا جيم معاه. عايزين يعني نكون على الحياد ونفهم فعلا
الرجل والمرأة ان الكلام ليكوا انتوا الاثنين. هو الحق على الزوج وعلى الزوجة، تمام. يعني في حق على الزوج وفي واجبات على اتجاه الزوجة يعني لازم يعملها، وبنفس القصة برضو على الزوج. فخلينا نتكلم مثلا عن حق الزوج على زوجته. تمام. هنبدأ بقى بالزوجة، وبما انكم حق الزوج على زوجته، اول حق العشرة بالمعروف. ان هو العشرة بالمعروف، يعني ايه العشرة بالمعروف؟ نعملها ازاي؟ طيب العشرة بالمعروف بخمس حاجات. اول حاجه بالكلمه الطيبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه. صدقه، صحيح. تخيلي ده لمين؟ ده لاي حد، لاي حد اعرفه او ما اعرفوش، الكلمه الطيبه صدقه. فما بالك يا زوج انت يا محترم اذا كانت للزوجه، ما اولى الناس بالعشره بالمعروف هي الزوجه، طبعا. اولى الناس ان تصان هي الزوجه، اولى الناس ان تكرم هي الزوجه. فالكلمه الطيبه دي لما تكون للزوجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. يعني انت ما تبقاش مع الناس كويس وحلو بره، واول ما ترجع الموضوع ده بيغيظ الست جدا، جدا. على فكره بيغيظ الست اللي هو طب ما انت كويس مع الناس كلها، ما انت كويس مع اختك، ما انت كويس مع صحابك، بس معاها ما بيكونش كويس. ممكن يبقى بره يعني دي مشكله من المشاكل. هي الفكره برضو ان احنا بنتكلم هنا عن الزوج كقوامه. هي القوامة هنا مفهومها ايه؟ هل القوامة مصروف مفهومها مادي بس؟ طبعًا. ولا قوامة في المعاملات وفي المادة وفي الاحتواء وفي المشاعر وفي كل حاجة؟ القوامة ان هو يصلح الزوجة، ده أولا. يعني إذا هي أخطأت يصلحها، يقومها. ما هي القوامة يعني إيه؟ يعني يقومها يصلحها. القوامة ان هو إذا أخطأ في حقها يعتذر لها. القوامة ان هي إذا أخطأت يتغافل ويسامح. تمام. بما إن النهاردة يوم التسامح. بالظبط. القوامة انه مش هو انه يزعق ويضرب ويشتم ويعلي صوته، لا لا، القوامة ان هو يحتوي المرأة ويصلحها. لا، يعني القوامة ربنا اداله القوامة دي. هو بيقول انا تكليف. طيب استاذ محمد، انا هنطلق من كلام استاذ محمد تكليف. الاستاذه نشوى، بما انها اتكلمت عن قوامة الرجل. استاذه نشوى، ويعني انا اللي جذبني بصراحه ان البوست حضرتك كنت كاتباه من فتره، وانا شخصيا شيرت البوست ده على صفحتي وناس كتير جدا، وده اللي خلاني اشوف ان في الارم. يعني الناس متعطشه للنصائح الايجابيه اللي بالزبط. تحافظ على بيتها اكتر من نصائح اللي هو الهدم. سيبيه كرامتك. انت لازم معرفش تبقي عندك دور مستقل، انت معرفش ايه. فانا حسيت بشكل مختلف في الكلام بتاع حضرتك، فعايزه اسمع. يا ريت يعني معانا لو نقدر ان احنا نطلع السكرين شوت معانا على الشاشه علشان المشاهد يشوف الكلام ده. يعني استاذه نشوى، انت كاتبه لنا حافظوا على بيوتكم. انا كنت الحقيقه قايله ببساطه كده، انا كنت بقول يعني نصيحه للستات، من فضلكم حافظوا على بيوتكم، واللي ليها راجل تسند عليه وتحطه في عينها. لو في عيوب بس هو شايلك ومستحمل عشان ولادك، احفظي بيته. ولو ماشي بيكي فخور وسط الناس، اعرفي انها نعمه من ربنا مهما كان فيها مشاكل. واللي قافل عليكي طمع الدنيا ومآمن واسمه حميكي، لازم يتشال فوق الراس، لان الرجاله جدع اولاد الاصول، نستاهل نشكرهم. ليه بقى؟ تمام. انا قلت كده. يعني انا عايزه طبعا انا عرفت ده بالصدفه ان حضرتك كاتبه مقال اصلا، وركزتي اكتر على شؤون المرأة او ما يخص النصائح اللي ممكن تتقال للمرأة. فعايزه اتكلم مع نشوى، الزوجه والمرأة العامله، وان هي ازاي بتعرف تعمل ده، وده هيكون اصدق كتير ان احنا نوصل للست تعرف تعيش حياتها ازاي صح. هو الحقيقه يعني شرف ان انا اكون وسطكم، بس انا يمكن الحمد لله المفهوم الزواج اللي انا خدته من والدي من والدتي هو مشاركه، مشاركه مسؤوليه ومشاركه واجبات ومشاركه حقوق، وتربينا على كده. يعني العيله متربيه او الاصول العريقه دايما بتطلع ان الزوجه ليها حقوق وواجبات والزوج كمان ليه حقوق وواجبات. تمام. لما كتبت البوست ده كان تعليقا على ان انا دايما بتفاجئ ان انا بقوم الصبح الاقي جروبات الستات اللي قايمه مش غاسله وشها وما شربتش كوبايه القهوه، اطلقي. يا جماعه انا متنرفزه، اطلقي. يعني اسهل كلمه اطلقي. ده كحف النهارده، فاطلقي. مش معقوله الطلاق بقى حل بسيط وخراب البيوت بقى بالساهل كده، وما عادش في اهل كبار بنرجع لهم. يعني حتى كان زمان نقول ايه، وحكم من اهلي وحكم من اهلها. بالظبط. فكنا بنجيب الناس الكبار ونقعد نتكلم معاهم. لا، الست بتنجح بمسانده الزوج، والام بتبقى ناجحه بمسانده الاب. تمام. الام ليها دور والاب ليه دور، ومفيش حد في الدنيا يقدر يدخل الحياه هي مش حرب. احنا مش داخلين نحارب بعض. بالزبط. احنا داخلين نساند بعض، داخلين عشان نبني بيت. الفستان الفرح جميل، وحفله الفرح شيء مبهج حلوه في اليوم ده، والفرح حلوه، بس لازم نعيش، لازم نكمل. لازم يبقى في حياه مستمره. عايز اشوف فرح ابني بقى،
يعني انا فرحت فعايزه اشوف مسؤوليه. ما هو اكبر من انا خلاص ان انا بقيت عروسه بالظبط في جيل بيتربى. فلما الجيل اللي بيتربى ده يطلع يلاقي فيه تنافر وفي ناس بتحارب بعض جوه البيت، فده مش تربيه سويه. ومش اسهل حاجه الطلاق، مش اسهل حاجه ابدا الطلاق، في حلول قبل الطلاق كتير لازم نوصل لها. فكان كتابه البوست من هذا المنطلق، ان انا عايزه اقول للستات من فضلكم في نعمه انتوا فيها، من فضلكم حسوا بالنعمه دي. لا، في رجاله حلوه، في رجاله تستاهل نشكرها. ايا كانت المشاكل اللي بالظبط ما فيش بيت بيخلى مشاكل، يعني دي مهمه حقيقي. قوي ليه؟ لان الناس، انا مش عايزه الستات تحديدا اللي بيسمعونا ويشوفونا دلوقتي، هو مش كلام على ورق. لا واحنا خالص. يعني واعيين تماما ان في مشاكل بتكون كبيره جدا ما بين الزوج والزوجه، لكن انت ازاي تقدري تتخطي هذه المشكله وازاي تحافظي على بيتك قبل ما نوصل، مش قبل ما نوصل للاسف. احنا بنلاقي ان اول خطوه هي يلا بينا ننهي الحياه، يلا بينا نهدم بيت، وما بنشوفش قدامنا غير ان احنا عايزين نتخلص من المشكله على الرغم ان بيكون ليها حلول اكبر. فده اللي انا عايزاكي تركزي عليه. الفكره ان كمان الست بفطرتها اللي ربنا خلقها عليها هي فطره رحيمه. يعني البنت بتتخلق ام بالصليقه، فبالتالي الكلمه الحلوه بترضيها. فهنا دور الراجل، يعني انت لو كلمه احنا بنيجي يعني انت لو جيت لقيتني يعني احنا لو تعزمت على اكل راجعه من الشغل تعبانه، لو قلت لي مثلا كتر خيرك انك وقفتي النهارده عملت لنا اكله حلوه، الكلمه دي التقدير ده هيفرق معايا جدا. هرجع لحضرتك بعد ما نروح لدكتور منال. انا عايزه حضرتك يا دكتور، لان يعني انا ارى بحكم تخصصاتنا وبحكم اللي بيجي لنا من الحالات خاصه في الكابل ثيرابي او التوافق الزواجي، ان في مشكله عويصه جدا في فهم عقل كل منهما للاخر. يعني عايزين نتكلم عقل الراجل بيشتغل ازاي وعقل المراه بيشتغل ازاي، وعشان لما هنفهم ده وهنعرف احنا عقلنا احنا الاثنين بيشتغل ازاي هنعرف نتعامل مع بعض. فخلينا بقى يعني ندخل في الحته دي. هي الجزئيه دي اهم نقطه في الموضوع، لان لو احنا الاثنين فهمنا الراجل بيفكر ازاي والمراه بتفكر ازاي وازاي الطريقه المناسبه، يعني كل واحد بيفتكر ان الطريقه بتاعته هو تناسب الطرف الثاني، تمام، والطريقه بتاعته بتاعتها هي تناسبه، بالعكس تماما، ده ممكن بتدي نتيجه عكسيه. لما نفهم بس دي هنبتدي نكتشف ان احنا مختلفين، صحيح، بس اختلاف للتكامل مش للتميز، تمام، ومش للتنافر. المفروض الاقطاب المتنافره بتتجاذب ولا بتتنافر؟ لا، حسب قانون الفيزياء. لا، المفروض ان هي بتتنافر طبعا. المتشابهه بتتنافر، بتتنافر، لكن المختلفه بتتجاذب. يبقى التجاذب ده هنا للتكامل، مش كده؟ اعتراف الرجل والمراه بالاختلافات دي وتقبلها مبدئيا ده بيحل حاجات كتير جدا. تمام. المشكله عندنا ان احنا زي ما قالت استاذه نشوى ان مفيش عندنا وعي لقيمه الزواج. بنهتم بالشكليات زي ما قلنا، فترة الخطوبة اللي هي المفروض تكون فترة التعارف الحقيقي ما بين المخطوبين، ان هم يفهموا شخصيات بعض، ان هم يعرفوا بالضبط افكارهم، يعرفوا ايه نقاط الضعف وايه نقاط القوة، ايه نقاط الاختلاف وايه نقاط الاتفاق، فيتقبلوها بالضبط. اللي بيحصل فترة الخطوبة انها بتبقى فترة الجذب بالضبط، كل واحد كل واحد بيظهر اجمل ما عنده. فبالتالي بعد ما بيتجوزوا، يعني احنا الجواز احنا بنسميه بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي مرحله الانجذاب، كل طرف بينجذب للتاني ان كان في شكل عاجبه او طريقه عجبته سواء هي او هو. اللي بيحصل بعد كده ان هم بيقتربوا من بعض قوي في فتره الخطوبه وبيرتبطوا مع بعض، فبيبقى في انجذاب وبعدين ارتباط. بعد كده لما بيتجوزوا بعد فتره بندخل في مرحله التعود، وهي دي أسوأ حاجه، لان كل واحد ما يقدرش يبقى مزيف طول الوقت، صحيح، فخلاص بيظهر على طبيعته. هي مثلا لو كانت قدامه لازم تكون الميك اب بتاعها وشعرها ولبسها، هو كان شايفها كده بالمنظر ده، وهي كمان لما هو بييجوا يتقابلوا مره في الاسبوع ولا كل يومين هو برده بيكون بيرفيوم ومسرح شعره ورقيق جدا في كلامه. طب وبعدين لما بقوا خلاص مع بعض يصحوا من النوم بقى كل واحد شعره منكوش، ممكن ما يكونش واحد ما بيحبش يغسل وشه، واحد ما بيحبش يغسل سنانه، فتبتدي الاختلافات تظهر. لما الاختلافات بتظهر مع مرحلة التعود بيحصل التنافر. تمام. علشان نرجع تاني نرجع الحالة الصحية بين الزوجين، المفروض نرجع لتاني لنقطة الانجذاب. نشوف كل واحد كان بيعمل ايه عشان يجذب الطرف الآخر، فلازم نبذل مجهود. زي ما قلنا عقل الرجل وعقل المرأة
مختلف تماما. يعني الرجل ما يعرفش يفكر غير في حاجه واحده ويركز على حاجه واحده. هو بيستخدم دايما الفص الشمال من المخ، الجزء المنطقي والتحليلي اكتر. تمام. المراه الجزئين الفصين المخ عندها ما شاء الله شغالين تمام 24 ساعه، عندنا الشبكات متصله وبنقدر نفكر في اكتر من موضوع في نفس الوقت، نعمل اكتر من حاجه. دي قدره ربنا اداها للمراه، لان يعني انا ليه اللي عليها كأم ليه بسأل حضرتك السؤال ده؟ اكبر بكتير من الرجل. ليه بسأل حضرتك السؤال ده تحديدا؟ لان الاشكاليات اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجه، هو مش فاهم يعني ايه مراه اصلا. بالزبط. يعني هو مش فاهم هي بتعمل كده ليه، وهي كمان مش فاهمه انه لما بيطنش حاجه معينه هي بتكون عايزاها او رغبه معينه عندها، هي مش فاهمه هو بيعمل كده ليه. بالزبط. فدي اهم حاجه ان انت افهم الاول واعرف التفاهم بقى، ان هو الراجل طريقته في مواجهه اي مشكله هو بيفكر دايما في الحل، فبينخرط جوه المشكله دي وبينغلق على نفسه، بيبقى في عنده في مخه كده اشبه بالكهف بتاعه اللي بيدخل فيه مش عايز حد يقرب له. اذا طريقه سيكولوجيه الرجل في التعامل مع المشاكل ان هو يبقى لوحده عشان يفكر ويطلع له الحل، وبعد كده حالته النفسيه تتحسن ويطلع زي الفل. صحيح. المراه مختلفه، المراه سيكولوجيا بتحب ان هي تتكلم، عايزه تفضفض، تهتم بالتفاصيل، عايزه اللي يسمعها. فهو لما هي عندها مثلا زي ان في زوجين، هي جت من الشغل مثلا متضايقه ومتنرفزه وحاسه وفي لخبطه في عندها في الشغل مثلا، مش منه هو خالص. هو كرجل هيفتكر انه ايه، انه يسيب لها مساحه انها تبقى لوحدها من الخصوصيه، ده هيريحها، فيسيبها ويخرج. هي تفتكر انه مش مهتم، انه مهملها. صحيح. بالظبط، لان هي عايزه تتكلم ويسمعها بس، ما يديلهاش حلول. لان الراجل كمان مشكلته ان لما الست بتتكلم هو بيقعد يديها في حلول، هي مش عايزه حلول. صحيح. هي عايزه بس تتكلم، تسمعها. عايزه اللي يسمعها ويطبطب عليها، خلاص كده هي ارتاحت. انا هرجع لحضرتك يا استاذ محمد. يعني دكتور منال قالت حاجه حلوه جدا في مرحله الخطوبه والانجذاب، وبعد كده لما بيتقفل علينا باب واحد بيظهر كل واحد بطباعه اللي هي الطبيعيه الحقيقيه بتاعته. تمام. نصايح حضرتك للزوج والزوجه في ان هم يستمروا على الحفاظ على شكلهم المهندم وعلى النظافة الشخصية وعلى حاجات كتير كطباع حتى في سماتهم الشخصية يقدروا يحافظوا عليها بعد الزواج؟ طبعا دكتورة قالت حتة مهمة قوي، كان عاوز أعلق عليها بس قبل السؤال ده، حتة إنه سيكولوجية الرجل إنه بيفكر بعقله والأنثى بتحتاج إن هي بالعاطفة أكتر عندها. بالظبط. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الكلام ده، قال إن عن النساء ناقصات عقل ودين. بس يا ريت تفسرها. استني لا أنا عارفة إن هو يفسرها عشان إحنا ما بنعرفش تفسير مختلف. طبعا في ناس كتير، رجالة كتير بيفهموا معنى الحديث ده خطأ، المعنى السطحي للكلام. بالظبط. يعني ناقصات عقل يعني هو مجانين بقى. لكن لا، ناقصات عقل نادين زي ما حضرتك شرحتي بالظبط، ان العاطفه عندها بتتحكم على العقل، بتتحكم اكتر. يعني بالزبط. يعني هي جبلت على الرحمه وعلى العاطفه، فده معنى ناقصات عقل. ناقصات دين مش معناه ان هم مش متدينين. أيوه. يعني ملحدين مثلا. لا، في فتره من الشهر المراه بتنقطع فيها، ايه تصلي فيها. فده معنى ناقصات عقل نادين، دي عايزين نوضحها للرجاله عشان هم مش فاهمين معناها كويس. انا انا عايز اكسب منكم. لا انت من قلبك طالع حاجه، انت مقتنع بالكلام. لا مقتنع، ده كلام النبي وده تفسير. هي مشكلة في ان احنا فاهمين يعني فاهمين الرجال قوامون على النساء خطا. بالزبط. فاهمين النساء ناقصات عقل ودين خطا. بالزبط. فاهمين الاحتواء خطا، فاهمين فلذلك انا في حته حضرتك قلتيها انه في فتره الخطوبه كمان محتاجين نقرب، محتاجين نفهم. حاجه ان احنا نفهم حقوق والواجبات قبل الزواج، يعني النقطه دي مهمه قوي. ما جيش بعد الزواج واسال. استاذ محمد هرجع لحضرتك في الحقوق والواجبات ما قبل الزواج لما اخد معايا المداخله من استاذ يسري ابو القاسم الكاتب الروائي. اهلا وسهلا استاذ يسري. اهلا فندم حضرتك. شرفتنا يا فندم. الله يخليك. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. يعني في قبل كده كنا لما بنتكلم مع بعض انا وحضرتك قلت لي ان في بعض الرسائل اللي بتيجي على صفحتك الخاصة بحكم يعني تخصص حضرتك ومجالك ككاتب روائي في هذا الموضوع. احنا النهاردة بنتكلم عن ازاي نعيش حياة زوجية سعيدة، فعايزين نسمع رأي القلم والكتابات، لان اوقات كتير الكتابات يا بتودي في الشكل الايجابي او تودينا للشكل السلبي، فاسمع حضرتك في الموضوع ده.
طيب بص حضرتك، هو الموضوع مهم جدا. يعني مبدئيا انا كنت يعني من فتره كاتب بوست عن ان الازواج في مصر عايشين من منطلق اللي هو التعايش السلمي يعني مع بعض. تمام هدنا خلينا هدنا يعني عايشين تقريبا حرب بارده لا سلم ولا حرب. تمام. لاني وده يمكن كان سبب كبير فيه موضوع السوشيال ميديا يعني بالظبط. يعني بقى السوشيال ميديا يعني فعلا اثرت تاثير سلبي على الاسره المصريه فعلا. يعني الزوج بقى اغلب الوقت قاعد على الفيس، والست برضه زوجها قاعد على الفيس. بقى الموضوع فيه انعزال يعني داخل الاسره الواحده، مفيش تواصل والاولاد. تمام. احنا احنا يعني عندنا يعني في مجال علم النفس يا استاذ يسري احنا بنسميه الطلاق الصامت. يعني احنا قاعدين يعني في بيت واحد بس للاسف في حكم المطلقين. بالظبط. يعني هو الزوج متواصل مع الكل بس بره، والزوجه متواصله مع الكل بس بره، وهما الاثنين مش متواصلين. تمام تمام. الحل في ده انا من وجهه نظري يعني اتفضل. مبدئيا الوضوح. تاني حاجة المصارحة، يعني المصارحة أو الوضوح والاحتواء يعني من الطرفين يا أستاذ يسري حضرتك تقصد الإيه؟ من الطرفين الوضوح والمصارحة طبعاً. أيوه طبعا. لأن بعد الزواج طبيعي جدا بيحصل فتور، بيحصل ملل، ده طبيعي جدا يعني. صحيح. ده منطقي يعني. اللي يكسر الفتور ده اللي هو يعني الاحتواء بين الاثنين، وان هي تقول له ان انت انا والله انت بقيت مقصر معايا كذا وكذا وكذا، هو يقول لها انت مقصره معايا كذا كذا. يعني هو المفروض يظهر برضه اجمل ما فيه، وهي تظهر اجمل ما فيها في البيت. يعني يمكن انا ده بيفكرني بالنكته اللي هو الراجل بيقول لمراته انت لما بتخرجي بتحطي ميك اب وبتتزوقي يعني، وهنا ما بتحطيش، بتقول له انت غريبه اتزوق لك يعني. يعني فلا يعني ايوه تتزوق له يعني، وهو برضه وهو كمان برضه نفس كويس في البيت يحتويها. ده اللي هيقضي على موضوع الفتور ما بينهم يعني. يعني حضرتك تقصد ان احنا لازم نعمل ريفرشمنت، يعني نعمل ريفرش للعلاقه كل فتره يكون في ابديتنج كده بيننا وبين بعض. احنا قصرنا مع بعض في ايه، احنا محتاجين ايه علشان خاطر نرجع بنفس الحميميه زي الاول. بالظبط. لان ضغوط الحياه بصي عامل زي جهاز كمبيوتر، والجهاز ده بيهنج، فلما بيهنج بنعمله ريفرش. صحيح صحيح. فهي دي اللي بتعيد الامور لنصابها الطبيعي يعني، زي ما كانت في الاول زي فتره الخطوبه، وبتبقى الامور ايسر يعني، والاقلال من الفيسبوك بقى. يعني بالظبط. انا بشكر حضرتك يا استاذ يسري، واسعدتني مكالمتك ومداخلتك، وخاصه ان احنا بنتكلم على الحياد، يعني مفيش تحيز لطرف على الاخر. فبشكر حضرتك، ولنا لقاءات ان شاء الله اخرى باذن الله في موضوعات اكتر. يعني الحقيقه انا حابه عشان نكون برضو منصفين، اللي بتواجهه المراه حاليا في الظروف الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها انها بقت امراه عامله، وفي ظل لا استني عشان الموضوع ده كتير قوي، انا هرجع لك في حته امراه عامله بس لما اسمع الاول وارجع. استاذ محمد احنا كنا بنتكلم عن الواجبات والحقوق بالنسبه للزوج والزوجه. في قبل الزواج يعني فتره الخطوبه لازم المخطوبين الاثنين يعني كل واحد يبقى عارف ايه هي الحقوق اللي ليه والواجبات اللي عليه بعد الزواج، عشان دايما يجي بعد الزواج يقول بقى انا عندي مشكله في كذا، وتلاقي مشاكل تافهه جدا يعني، المشاكل كلها تافهه بس هو عنده مشكله مش عارف يتعامل مع المشكله. عنده مثلا 21 سنه ومتجوز، عندها 18 سنه ومش عارف يتعامل هو وهي. فلازم في فتره الخطوبه يكون في وعي ان انا افهم. للاسف الشاب بيبقى كل انشغاله في الشقه والعفش والحاجات دي، وده واقع يعني. واقع عايزين نغيره على فكره. عايزين نغيره للاسف يعني. مش مظبوط يعني ان احنا في غلاء في التركيز. لا وللاسف غلاء الجمهور، وان احنا نصرف في حاجات اكتر ما نصرف علينا يعني. طب يعني اصرف عليك علشان تثقف نفسك على الاقل. للاسف يعني. المصاريف الزياده دي بتبقى سبب في المشاكل بعد الزواج. المشاكل بعد كده. وحتى المشكله اللي حضرتك بيكون في عليهم ديون. المشكله دي حضرتك بتقولها لازم يكون في وعي. نصيحه طيبه يعني. نسمع بس استاذ محمد الاول. حضرتك قلت لي لازم يكون في وعي ما قبل الزواج بالحقوق والواجبات. الوعي ده يجي منين يا استاذ محمد؟ يجي هل احنا محتاجين خطاب بشكل مختلف مثلا في المساجد؟ هل محتاجين الاب والام نفسهم ان احنا نتحدث معاهم ونعرفهم ازاي الولد والبنت يقدروا على قد يكونوا على قد مسؤوليه الزواج؟ اذا توفر ان احنا نعمل ندوات ده افضل. طيب ما فيش الشاب نفسه يقرا يعني. انا قبل الزواج كنت بقرا يعني. صحيح. لازم. انت شاب ومتزوج كمان حديثا، وربنا رزقك ببنوته الف مبروك. تجربه كمان حقيقه. فلازم انا اقرا يعني، انا اقرا اشوف كورس اخده اتعلم، زي ما انا بسال عن
بسأل أهل التخصص في مثلا في الخشب، أنا أجيب الخشب منين؟ أسأل أهل التخصص في الزواج أنا أتعامل إزاي؟ صحيح. ده أنا لازم يعني وأسأله أهل الذكر إن كنتم إن لا كنتم لا تعلمون، يعني تعلمون. لازم أسأل أهل التخصص، فأنا لازم أبحث وأشوف عشان خاطر ما أجيش بعد الزواج ألاقي فيه مشاكل تافهة. الأستاذ يسري قال حتة حلوة قوي، إحنا محتاجين نعمل ريفريش. صحيح. دي نعملها إزاي؟ أنا عندي حل ليها للزوج، إن هو يعمل جلسه اسبوعيه. حضرتك قلت ان الزوجه بتحب تسمع، يعني اللي لا يسمعها بتحب اللي يسمعها. تسمعها اللي يسمعها وما يعلقش. احنا عايزين بقى جلسه اسبوعيه، ساعه كل اسبوع. انا بقول للزوجه لو هو خلاص ما عندوش وقت، هي ساعه بس في الاسبوع يقعد خلاص كده، القعده دي ليه والجلسه دي ليه، عشان نصفي في حاجات، في بيبقى في تراكمات، فبيبقى ده سبب المشاكل. بس ما تكونش بطريقه الشكوى لا وطريقه بطريقه ان انا الاتهام بقول لها يعني. اللي حصل خلال الاسبوع، حضرتك قدمتي مثلا كذا عجبني، وفي الاخر امدح فيها، وفي النص احط الحاجه اللي هي بالظبط كده، وهي كذلك. وبعدين ما تبقاش قاعده للاشتباكات والخناق وكده، لا قاعده للاصلاح، لان انت ربنا امر. هي نصيحه حضرتك مهمه جدا، والاهم كل أسبوع. الاهم ان النصيحه يعني تتقال للراجل بالذات، ان يا ريت تفضي نفسك وتتحمل، لان في رجاله تقول لك انا مش ناقص، انا برجع من الشغل تعبان وعندي هم ما يتلم. هو بيشتغل عشان مين؟ بالظبط، عشان بيتها، عشان بيتها، عشان بالزبط. عشانها وعشان اولادها. بالزبط. وعشانها، عشان كلمه عشانها واولادها دي، لازم الساعه دي تكون موجوده ومتوفره من الزوج لازم. لزوجته هو اللي يحددها بقى. تمام. بس لازم خلاص تكون موجوده، وما ينفعش ان هو يخلف بقى، لازم طيب. كل اسبوع. نشوى بقى قولي لي، يعني انت قلتي حاجه مهمه جدا في موضوع المراه العامله، وفي نفس الوقت هي مسؤوله عن بيت وزوجة. يعني انا كنت ارى من وانا صغيره فعلا زي ما انت بتقولي، امهاتنا وجدودنا، انا مامتي كانت مراه عامله، وقد ايه كانت مثال رائع في ان هي تعرف تحافظ على تربيتنا، وعلى ان هي تشوف الواجبات اللي عليها تجاه بابا. صحيح. وفي نفس الوقت مراه عامله ناجحه. ادينا النصيحه بقى لكل بيت فيه مراه عامله. هو قبل النصيحه بس انا حابه، لو احنا هنعمل المقارنه دي بيننا وبين امهاتنا برضو عشان نكون منصفين، امهاتنا وقت شغلهم كانوا بيرجعوا الوقت كامل للبيت للولاد، حتى التلفزيون كان بمواعيد محدده. دلوقتي لا، الست بترجع من البيت في دروس، في تدريبات، الزوج رامي عليها تقريبا كل المشاوير، الحمل كله هي اللي بتعمله. غير كده بقى في النص بيبقى فيه الفيسبوك والجروبز والماميز والواتساب وكل المتابعه اللي هي بتعملها كأم. فطبعا ده بيعمل لود عليها جامد جدا عصبيا ونفسيا. صحيح. فبتيجي اخر اليوم منهكه وطالبه منه تقدير. هو بيرجع من بره مش فاهم الست دي متنرفزه ليه، هي بتعمل ايه طول اليوم ده عليا ليه يعني. انت بتعملي ايه غير كل الناس؟ كلمه غير كل الناس دي بتخلي دايما الست في مرحله تحفظ نفسي، بيديها عدم ثقه في نفسها. بالظبط. تمام. فدي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم منها. الست دلوقتي بتنزل تشتغل وبترجع بتكون أم، ازاي بقى انا عالج الدروب اللي حاصل كزوج؟ حضرتك كل اللي مطلوب منك تقدير المجهود اللي هي بتعمله بكلمه حلوه. مزلوب. وهو كمان لما يعمل كده بلاش تانيب، يعني ما تحسسيهوش ان انت بتتفضلي عليه، ما تحسسيهوش ان انت بتعملي له جميله، يعني لا خالص، هي مشاركه، انت ارتضيتي انك تقفي جنبه وتسنديه، فبالتالي ده دور انت عملتيه وانت راضيه. فدي نقطة مهمة جدا، لأن من هنا بيجي الاشتباكات حتى النفسية. يعني يمكن حتى الجلسة اللي الأستاذ محمد بيتكلم عليها دي، أنا حابة أذكر ممكن تبقى خناقة، ممكن تبقى خناقة. لأن أنا ممكن أقعد أقول لك مثلا يا دكتور أنت عملتي كذا وعملتي كذا ونيتي صافية إن أنا أعاتبك، بس أنت ما تعترفيش إن أنت غلطتي في حقي. تمام. فبالتالي لما الاقيكي ما اعترفتيش بان انت غلطتي في حقي، انا هصور وهغضب، وده بيولد غضب مكبوت جوه الست او جوه الراجل. على فكره بالعكس. أيوة. علشان النقطه دي مهمه جدا، هرجع بقى لدكتور منال. ازاي نعلم الزوج والزوجه ان هم يختاروا الاوقات المناسبه للمناقشات وللحوار والحديث بينهم، وخاصة ان احنا عندنا كده سبحان الله، يعني انا مش عارفة ده يعني عادات وتقاليد ولا عرف احنا بنمشي عليه، ان دايما الخناقات بتكون يا اما في رمضان يا اما في العيد. بص لازم يكون في مناسبة يعني. دي لازم بالظبط. فخلينا نتكلم ايه الاوقات المناسبة لحاجة زي كده. هي طبعا الوقت المناسب المفروض يكون للطرفين. صحيح. الزوجة لازم تعرف ان هي الزوج هو طول اليوم بره في الشغل، فاول ما يجي من الشغل هو بقى عايز، هو السايكولوجية بتاعته ان هو قضى كل اللي عليه وعمل كل اللي مطلوب منه ورجع بقى عشان يرتاح ويأنتخ على الجنب. تمام. هو ده دماغه، فما ينفعش هو اول ما يجي ده حصل كذا وكذا. صحيح. وكذا وكذا وابنك عمل كذا والجيران عملوا كذا وي وي. اوقات يا دكتور ما بيستنوش لحد ما يجي، اوقات بالتليفون ابنك هو في قلب الشغل ابنك عمل واحد اتنين ده ما ينفعش. لكن
بالصوت المناسب وفي الوقت المناسب لما يكون دخل وهدي وخرج خلاص من الحالة دي. هو خلاص هو مجرد ان هو ركز في الراحة شوية هيقوم بقى فريش تماما، يبقى عايز بقى ايه يقعد مع اولاده ومع مراته ويسمع منهم. زي ما قالت استاذه نشوى ما يكونش باسلوب النقد، صحيح. ما يكونش باسلوب الاتهام، نطلع الايجابيات الاول اللي احنا بنعملها قبل ما نطلع السلبيات. ده اسلوب رائع في التعامل مع اي حد، سواء مع الابناء او مع الازواج او مع حتى الناس اللي نعرفهم واصدقائنا. انا دلوقتي لو جيت اتكلمت مع حد ووجهت له اتهام صريح، يبقى انا كده العقل على فكره ما بيعرفش يعمل يركز على حاجه بالظبط. اول حاجه انه يلغي كل حاجه ويركز على الحاجه اللي انت بتتكلم عليها. انت دلوقتي اتكلمت على حاجه سلبيه على الشخص، فالعقل هو بيبني خط الدفاع اللي جواه اصلا، ما خلاص يعني على طول هو العقل كده الغاء وتعميم وتخيل. هي دي الثلاث حاجات اللي بيشتغل بيها. تمام. بيلغي كل حاجه ايجابيه عن الشخص لو كانت الفكره سلبيه، وبيركز على الحاجه السلبيه دي ويعممها على كل حاجه، صحيح. وبعد كده يتخيل بقى التعامل مع الشخص ده في المستقبل هيبقى ازاي، صحيح. بالحاله السلبيه، صحيح. فده ما ينفعش خالص، فلازم اخد بالي من الحاله دي لانها بتفرق كتير جدا في التعاملات. معظم المشاكل الزوجيه بتحصل نتيجه للالغاء والتعميم والتخيل، مزبوط. ان في لحظه الزوجين اختلفوا فكل واحد لغى كل حاجه، صحيح. ايجابيه، وكانهم ما طلعوش بقى العقل بقى ساعتها هيعمل ايه، هيطلع كل السلبيات وكل الحاجات اللي هي اساسا ممكن تكون عاديه جدا وبسيطه. كلنا مليانين عيوب، مفيش انسان كامل، الكمال لله وحده. انا هرجع لحضرتك في حته ان كلنا مليانين عيوب، لان دي مهمه بعد ما ناخد المداخله بتاعتنا. استاذه ولاء فتحي، خبير السلوك المجتمعي وفن الاتيكيت والتعامل، اهلا وسهلا استاذه ولاء. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله. يعني انا حابه في المداخله بتاعت حضرتك، طبعا احنا هنتكلم عن ازاي يكون في سلوك، انت يعني احنا بنقول خبيره السلوك المجتمعي، يعني دي كلمه كبيره جدا، ويمكن اعتقد ده اللي محور الكلام بتاعنا في الحلقه مع ضيوفنا الكرام. قبل ما هتكلم عن ده، انا عارفه ان حضرتك احد مؤسسي مبادره الرحمه حلوه. انا عايزه اعرف يعني ويهمني ضيوفي دلوقتي يسمعوا والمشاهدين يسمعوا، قد ايه من الحالات اللي ممكن تلجا ليكوا في المبادره مش حالات الطلاق؟ انا عايزه الحالات اللي فعلا ما بينها مشاكل زوجيه وبتلجا لناس بتكون محتاجه ايد العون والمساعده من خلال المبادره عندكم يا استاذه ولاء. طيب انا اول حاجه هتكلم فيها اعرف يعني ايه موده اولا. سامعاني حضرتك؟ ايوه يا فندم، معاكي. اول حاجه الموده دي هي الحب والود والمشاركة والتسامح والقبول، هي لها معاني كتير قوي علشان تساعد على نجاح الحياة الزوجية بين الزوجين. تمام؟ اخترناها علشان المودة الحاجة اللي ربنا بثها في الزوج والزوجة، عشان يبقى في حب، في تفاهم، في قرب، عشان نبعد كلمة طلاق خالص من الزوجين، عشان نحافظ على الحياة الزوجية والأسرية. هدف المبادرة هو حل المشاكل الزوجية والأسرية وعدم توصيلها لكلمة طلاق. رسالة المبادرة عفوا أستاذة ولاء، يعني مبادرة المودة أو بينا مودة، صح؟ مبادرة بينا مودة. دي مبادرة مودة. حضرتك أنتوا فكرتوا فيها علشان خاطر في حالات كتير جات لكم من خلال مبادرة الرحمة حلوة. تمام كده، أنا يعني فاهمة صح؟ تمام؟ بدأنا نستقبل مشاكل المتزوجين على صفحتنا الخاصة اللي هي الرحمة حلوة، ونساعدهم في حل مشاكلهم الزوجية والأسرية. عشان ما نوصلش لكلمة طلاق نهائي، بنحاول نحل المشاكل، عشان المشاكل اللي قابلتنا أكتر المشاكل اللي قابلتنا في الفريق بتاعنا أو العمل التطوعي بتاعنا هو عدم التقبل بالحياة الزوجية من الطرفين. صحيح. إن الراجل والست مش متقبلين معنى الحياة الزوجية الجديدة عليهم. هل تعتقدي ان بيكون في صدمه يا استاذه ولاء؟ يعني الحياه الزوجيه بالنسبه لهم بتكون صدمه، ما كانوش متوقعين ان الواقع هيكون بالشكل ده في بعد الزواج؟ اكيد طبعا، لان حياه جديده للطرفين، كل واحد كان عايش حر نفسه الاول. كل واحد اي حاجه عايز يحب يعملها بيعملها. كان في انانيه الاول، انا حر نفسي، انا ما فيش شريك ان انا اخد رايه، ما فيش قيود، ما فيش منظومه انا عايش فيها او كيان. عشان كده دي اهم المشاكل اللي جات لنا في الفريق بتاعنا. فبالتالي كل واحد بيحاول يدور على حياه بديله، حياه بديله بره الشارع، اللي هو بتكون فتره مؤقته
من هنا الهروب، يعني ممكن نقول هو بيهرب، هو بيهرب من الحياه الزوجيه سواء ست او راجل. الهروب من الوضع اللي هو مش قادر يتقبله، فبيحاول يعوض الحياه اللي هو مش شايفها جوه في البيت بطريقه ثانيه اللي هي عدم الرضا وعدم القبول وعدم القناعه في الحياه الزوجيه، فبالتالي بيقابل ناس بتضلله. من هنا بتبدا المشاكل النصايح الزوجية. النصايح السلبيه بيبدا المشاكل الزوجيه والانهيار، فبالتالي بتؤدي الى الطلاق، والاولاد هم اللي بيدفعوا الثمن للاسف. طيب انا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا، يعني بنسبه قد ايه الناس اللي بتيجي للمبادره عندكم وبيعرضوا مشاكلهم الزوجيه، بنسبه قد ايه هم بيكونوا عايزين الاصلاح وان هم يحلوا المشكلات اكتر ما يوصلوا لمرحله الطلاق؟ هو النسبة اللي جات لنا لحد دلوقتي ممكن نقول 70%. حلو جدا، يعني ده اللي انا اقصده. تمام الناس محتاجة تتوجه. استاذة ولاء، يعني بحكم ان حضرتك خبيرة في اتيكيت التعامل او السلوك المجتمعي، نصيحة كده في عجالة من حضرتك، ازاي الزوج والزوجة يقدروا فعلا يتعاملوا بشكل راقي، يعني التعامل الراقي ما بين الزوج والزوجة؟ أنا أول حاجة عايزة أقولها، رسالة المبادرة هو تعزيز قيمة السعادة الزوجية بين الزوجين. مظبوط. إن أنا أعزز السعادة، كل واحد يحسس اللي قدامه بالسعادة، يحبه ويقول له كلمة طيبة، كلمة حلوة. ما فيش مشكلة خالص إن أنا لما أغلط في جوزي أو إن أنا أزعله أروح أعتذر، مفيش فيها مشكلة خالص، أو العكس تماما. إذا إحنا ممكن نختصر ده في إن لازم يكون في تفاهم واحترام وتقبل الآخر في الحياة الزوجية. التسامح أهم حاجة، التسامح. شكرا يا أستاذة ولاء. أنا ربنا فيا إن أنا أسامحه. شكرا لحضرتك وعلى مداخلتك، ويعني أنا سعيدة جدا من إن أنا سمعت إن نسبة 70% هو بيحتاج إنه يحافظ على ده الهدف. يعني أنا بركز دايما في الحلقة عندي إن إحنا نلاقي حلول وتكون النتائج بتاعتنا إيجابية، لأن كلنا عارفين مشاكلنا زي ما الدكتور قالت، إحنا كلنا مليانين سلبيات. إزاي أنا أقدر يا دكتور يعني أدفن السلبيات دي بقدر الإمكان وابتدي أطلع إيجابياتي علشان خاطر زوجتي تحس بيها أو عشان خاطر زوجي يحس بيها؟ أنا مش مطلوب إن حد يدفن سلبياته، هي مطلوب إن الطرفين يتقبلوا الاختلافات ويحترموها زي ما هي. يعني احترام وتقبل الآخرين كما هم، ده أول مبدأ أو أول افتراض في البرمجة اللغوية العصبية بنعلمه للناس، احترام وتقبل الآخرين كما هم، لأنك أنت مش ممكن هتقدر تغير حد. كل إنسان مش مسؤول غير عن نفسه بس، وكل واحد مختلف عن التاني تماما. عشان كده انا بقول ان الدعوه الاساسيه اللي نفسي فعلا انها تتعمم على مستوى الدوله، اللي هي التدريب المسبق للمقبلين على الزواج. ده مهم جدا، ده مهم جدا. يعني ده هي يعني اعتقد في وزاره التضامن الاجتماعي طلع في مبادره اسمها مبادره موده، مش بينا موده زي بتاعه استاذ ولاء، وشغالين على ده من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. المفروض ان ده يكون شرط اساسي للزواج. بالظبط. احنا عايزين يعني دي هتقرب، دي هتقرب كتير قوي قوي. ان هي لحظه وجود صدمه ما بين الزوجين اللي بيلجأوا لهم. ليه الصدمه هنا؟ لان احنا للاسف بقينا نبني في البنت ان الراجل جاي يحقق لها احلامها، هو اللي هيوديها وهو اللي هيسفرها، بقى هو يعني محقق الاساطير. والراجل بالتالي بيسمع من الاصدقاء ومن الاقارب ان الست لازم تكون في صوره ما معينه، ففي كل واحد عنده الفيدباك او عنده التصور الذهني المسبق الخاطئ الغير حقيقي اساسا في بناء الاسره. بالظبط. عايزه اضيف حاجه كمان، ان نقطه الاختلافات ما بين الشخصيات دي مهمه جدا. يعني كل واحد له شخصيه مختلفه، سواء الولد او البنت اللي هم مقبلين على الزواج، لما يفهموا شخصيه بعض، النمط الشخصيه، يعرفوا طريقه التعامل، يفهموا هو ايه الحاجات اللي هم، يعني كل واحد متبرمج بطريقه مختلفه وله اساليب مختلفه، كونت عنده مفهوم ذاتي مختلف، وجهه نظره تجاه الاشياء مختلفه، نظرته للامور كل واحد بيبص لها بشكل مختلف. اذا يا دكتور احنا النصيحه اللي نقدر نقولها من خلال البرنامج بتاعنا، ان لازم يكون نبذل مجهود شويه في ان احنا نفهم الطرف الاخر اللي معانا. يعني ده شيء اساسي، ده شيء ضروري، لان انا هتعايش يعني حياه وعمر كامل مع انسان انا خلاص يعني احنا بيتنا ده، انا وانت موجودين مع بعض في نفس البيت، فلازم اخد بالي من الحته دي. ان يكون في طلاق دي المفروض تكون مرفوضه تماما، حل مطروح. لا هرجع بالظبط، هو مش حل للاسف، هو المفروض يكون اجبار. يعني احنا بنوصل مرحله الطلاق دي، هي المفروض تكون اجبار على فكره يا جماعه، مش ده الحل للحياه. حاجه
اهتم كتير، اهتم كتير من المطلقات والمطلقين. وعلى فكره عانوا وقاسوا من الحياه ما بعد الطلاق، ولازم نكون اوير بحاجه زي كده ونحط تحتها مليون خط. استاذ محمد، يعني احنا دايما دكتور منال بتتكلم عن فكره الاختلاف ما بين الطرفين، واستاذه نشوى برضو قالت ان طبيعي هنكون في اختلاف ولازم نكون فاهمين درجه الاختلاف ما بيننا. ازاي من خلال نصايح حضرتك كداعيه اسلامي ان احنا ما نحولش الاختلاف ده للخلاف؟ بان انا اولا اتقبل الاخر واحترم رايه، يعني انا كرجل احترم تعب المراه في البيت، يعني انا كرجل ما اقدرش على شغل البيت مثلا، فانا احترم ان هي بتشتغل في البيت وتتعب، احترم تعبها في الحمل، تمام، احترم تعبها في لحظه الولاده، احترم يعني انا لسه بقى مجرب ده جديد يعني. فلازم احترم ده، يعني انا لما اشوف زوجتي بالشكل ده فلازم اتقبلها هي كده، يعني انا ما اقدرش ان انا اتحط في يعني لو حطيت في المكان ده مش عارف اسد. انا فعلا يعني احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان بيخدم اهل بيته، كان في خدمه اهل بيته. طيب احنا بنقول في خدمه اهل بيته يعني بيساعدهم بس، والرجاله مش قادرين، بيعمل حاجته بنفسه عليه الصلاه والسلام، يعني يرتق ثوبه ونعله. هي مش بس كده يا استاذ محمد، يعني كمان انا هخلي حضرتك تكلمنا بعد ما نخلص موضوع ان الاختلاف ده ما يوصلش لخلاف ما بيننا سواء من المراه او الرجل. مش بس ده، انت عندك الرسول عليه الصلاه والسلام مثال رائع، لانه كان بيتعامل مع كام شخصيه، لان احنا عارفين طبعا ان هو زوجاته كانوا اكثر من زوجه، فازاي بيتعامل مع كل شخصيه مختلفه، فدي لوحدها بتكون ملكه. يعني ازاي نعلم الراجل يفهم شخصيه الست؟ نجيب من سيره النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم كلنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه، لقد كان لكم في رسول الله قدوه حسنه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، رايح الغزوه، هو قائد الجيش ومعاه الجيش، جيش المسلمين، ومعاه السيده عائشه، فطلب من الجيش ان هم يتقدموا، وبعدين قال للسيده عائشه تطلعوا انتوا قدام، هو رايح لغزوه معركه، في ناس هتموت وفي ناس مش عارف هينتصر ولا لا، وطلب من السيده عائشه بيقول لها تسابقيني، بيقول اهتمام بالزوجه، تسابقيني مع انه داخل على معركه، داخل على حرب، تمام. اذا هنا الزوج لازم يحط من الاولويات اولويات اهتمامه هي الزوجه، لان هي ام اولاده بعد كده، وان يكون في تفاهم ما بين الزوج والزوجه، واحترام للاخر، مش من الزوجه للزوج فقط، ولكن للزوج من الزوج للزوجه فقط ايضا، تمام. طيب انا عجالة كده لان فاضل على حلقتي دقيقه، استاذه نشوى يعني عايزه اسمع من حضرتك تجربه في عجاله واقعيه، في ان انت كامراه وكزوجه ومراه عامله قلتي اي ون انا نجحت في ان يكون فعلا في حياه مستقره زوجيه بيني وبين زوجي. هي الحقيقه التجربه زي ما انا وضحت في الاول هي تجربه مشاركه، يعني كل حد عارف حقوقه وواجباته، مش تجربه تنافس، مش تجربه حرب. في حاجات بسيطه ممكن اضغط عنها، وفي خلافات بتحصل في كل في خلافات بتحصل في كل بيت، بس خليني اقول لك ان احنا دايما بنرجع مثلا لنظام امهاتنا، كوبايه الشاي الظريفه اللي هو ايه، خلاص بقى يعني المشاكل خلصت، طب ايه انت مش يعني ما نشيلش جوانا، ما نشيلش جوانا، ما يبقاش دايما العتاب كمان بكلمات جارحه. انا للاسف وقت حلقتي خلص، انا بشكركم، بشكر الدكتور الاسلامي استاذ محمد خفاجي، بشكرك دكتوره منال على تشريفك لنا النهارده، بشكرك استاذه نشوى، بشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا. وفي الاخر انا عايزه اقول ان لازم الزواج والحياه بين الزوج والزوجه تكون مبنيه على ثلاث عناصر مهمين جدا، عقلنا يفكر، العين تشوف الطرف الثاني بشكل حلو وان انا اكون مستحبه النظر ليه، وقلبي يحس بالمشاكل ويحس بالضغوط اللي ما بين اللي عند الطرفين اول باول، علشان نقدر نتحمل بعض، وعلشان نفضل دايما في اسره متماسكه وفي حياه زوجيه سعيده. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه.